إلى بيك ستار. خويا سعيد شوف اليوم لا بروموسيون في اجود انواع المنتوجات يعني لا هوت كاليتي ارخص ثمن ماشي ديك البرومو اللي كتعرفوا اليوم جبتكم داك لي زارتيك اللي كيبيعوا ب 400 و450 اقل ثمن لا فيه ولكن قبل تحت الستار تختفي المفاجاه هنا شنو عندنا هذه امبيرميال كنضربوا على جاكيت دومي سيزون امبيرميال لقات واحد الاقبال كبير بيك ستوب دار البيضاء في بيك ستوب مدينة فاس ودابا نزولا عن الطلب ديال الزبائن ديالنا في مدينة فاس كنقول لكم كونتيتي ليميتي يعني كمية محدودة سريعو هذه اللي كتشوفوا بهاد المعايير ديال الجودة بهاد لي نورم كاليتي بهاد الكابيوش بهاد الطبيعات وامبيرميابل ودكير شنو هي امبيرميابل ما كتدخلش الماء يعني ملي كتهز الماء وتخويه فوق منها كيهبط ما كيدخلش لداخل جاكيطة بكل ما تحمل كلمة من معنى الثمن ديالها غيكون ماشي ديك الأثمنة اللي سمعتو ديجا 79 درهم ولكن شوف إلى غاية يوم الأحد ليلا 79 درهم اللي كولو غلي فيها فيهم هاد الكريناردو اللي لابس أنا 79 درهم جاكيط أمبيرميام بحال هادي ب 79 درهم فقط يعني قل من ثمن الملابس الداخلية وفيها البيج وفيها النوار اخويا وفيها الكحل ها النوار ديالها 79 درهم سولمو 79 درهم يعني لا رفاق وصلت لمدينه فاس ولكن ماشي هذه هي المفاجاه وماشي هذا هو الموضوع ديال الفيديو ديالنا لوكاليزاسيون بالزربه حيت عندنا لا رفاق هنا اذا بالنسبه للوكاليزاسيون ديالنا او الموقع ديالنا في مدينه فاس حنا كنتواجدوا اون فاس اجربه ديال فايكس هذه حديقه فايكس وهذا هو بيك ستوب اللي يبيع الملابس الجاهزه هنا على يدنا اليسار كاينه مكتبه الفجر كتسنى واحد ثلاثه ديال المتاجر على بيك ستوب وعلى يدنا اليمين كاينه اون بوان ديال شارع محمد الخامس ميم با واحد 30 متر كاينه بيك ستوب اللي يبيع الملابس الجاهزه بارطاجي الفيديو ودير لايك كومونتير كيعبر الاخلاق ديالك شارك في الصفحه باش يوصلك دائما الجديد حيت اليوم كاينه المفاجاه قلنا وراء الستار تختفي المفاجاه نحيدوا هذه شنو كاين كاينه السويت لارتيكل اكثر استهلاكا فين ماشي غير في المغرب العالم سيرتو في هاد البيريود هادي ديال الخريف ولكن ماشي هادي هذا نخليوه هو الاخر السروال بحال هذا شوف لي زارتيكل دابا اللي غنوريكم في هاد الفيديو حاولوا تركزوا على الكلمه اللي غادي نقول لكم الجوده ديالهم غتكون طالعه بزاف والثمن غيكون اقل من ثمن الجمله دو فوا يعني جوج ديال المرات اقل من ثمن الجمله جوج مرات بونطالون بحال هذا مونطوني فوطة تسمع وتانتا خذ لي تيرم هاد لي تيرم هادو لي مو تكنيك خصك تانتا تولي تستعملهم باش تعرف الكاليتي ديال الثوب ثوب فوطة اي ممتص للعرق بحال هذا بهاد السنيسلة كما كتشوف معايا مستيليا بالطرزة وعاد الموتيف لاصق يعني فيه هاد الحيوان الالف هذا لي طايم السمول حتى الدوبل اكس لارج متوفر 3 موديل الثمن هذا معروف الثمن ديالو بالجمله كيدير 150 درهم بالديتاي كيدير حتى 250 درهم هذا البونطالو هذا بهذا الخط اللي كاين من هنا يعني طوندونس يعني شي حاجه اللي عاد خارجه دابا غنديروا له ثمن خيالي اللي هو 99 درهم شحال الضو 99 درهم عطيهم بلال بحال هادو 99 هذاك الموديل اللي هو ميت شوف ان شاء الله البرومو مستمر الى غايه يوم الاحد ليلا يعني نهار الاحد بالليل يبدا البرومو بلاتي مازال بالنسبة لهاد البونطالون هذا قلنا متوفر ثلاثة ديال لي كولور اللي هو البيج شوف لا كاليتي تبارك الله ديال الثوب الثوب راه فوطة لي طاي مسمول حتى للدوبل اكس لارج ومتوفر قلنا في 3 موديل وكل موديل فيه 3 كولور يعني فيه البيج والبلو مارين والنوار هذا موديل ورينا الكحل ديالو هادو دابا صافي ما كاينش غنزلهم 99 اذا هاد فوالا اين ركزوا على الموديل كاينه 3 موديل عندكم 3 موديل عندكم تيمزح ياك شوف معايا بالنسبه لهنا يعني عندنا سراول وحدين اخرين بغيت الزبائن ديالنا الكرام ان شاء الله يجيو لهاد الموديل اللي فيه البروموسيون وسالوا شي واحد من الستاف ديالنا لي فوندور ولي فوندوز هما اللي غادي يديكم لي زارتيك ديال البرومو اذا بحال هذا من 150 و 180 درهم دار 99 درهم الى غايه يوم الاحد ليلا 3 كولور البلو مارين والبيج والنوار ننتقلوا عاوتاني لهاد لا مارك هادي هاد لا مارك هادي فيها تريزا فوالا ماركه ديال الفاشن حتى هي
هادي جا سامبل ما عندهاش داك الخط هنايا حتى هو ب 99 درهم ولكن الى غايه يوم الاحد ليلا. هذا الكحل ديالو خطير هو هذا فيه لي طاي من السمول حتى للدوبل اكس لارج. هانت من السمول الى حتى للدوبل اكس لارج ثمن 99 درهم الى غايه يوم الاحد ليلا. عطينا عاوتاني الموديل الاخر هو هذا. ها هو هذا الموديل هذا عنده طبيعه كما كتشوف قودروني. ملي كنقول قودروني يعني طرات دي خارجه كنجيو كنلقاو هنا عنده سنيسله التوب ديالو فوطه التوب يعني لا هوت كاليتي ديال التوب. يعني هاد السروال هذا من 180 و190 و199 درهم من مستحيل تلقاه حتى بالجمله. يعني كنقول لك انت اللي كتفرج فيا الا بغيتي دير محل وبغيتي تجيب هاد البضاعه تبيعها غتلقاه بكثر من هاد الثمن اون كرو 99 درهم ولكن الى غايه يوم الاحد ليلا. هذاك فيه البيج ديالو اللي هو هذا البيج فيه البيج وفيه النوار وفيه البلو مارين ولكن شنو هي المفاجاه يا سويت سويت دو برومي كاليتي. دابا ركزوا معايا مزيان كاع اللي كيشاهدونا عبر الصفحه وكاع اللي حاضرين معانا اجي تشوف هنا هذا سويت ديال الفوطه التوب ديالو دياغونال ثلاثه الخيوطه معاود في الخياطه من الداخل يعني الصح والعمل. طبعه ديالو فيه طبعه بلس طرزه طرزه عامره بالخيط بحال اللي كتشوف يعني لارتيكل ديال 250 درهم 280 داير 99 درهم. ملي كنجيو لهاد ملي كيجيو هما يسولديو كيخليو لك لون واحد ولا طاي وحده. هذا فيه اكثر من 10 ديال لي كولور حتى هما 99 حنا جايين ليهم. هذا فيه كثر من 10 ديال الالوان وكل لون فيه من السمول حتى للدوبل اكس لارج يعني مسيري. ها هو ها الاول ها هو اللي اختاريت في هذه الامسيه هذا باش يجيني مع البنطالون نوار هو هذا من السمول حتى للدوبل اكس لارج بحال هذا عاوتاني 99 درهم. المميزات ديال هذا التريكو هذا كما كنقول لكم راه داير كثر من هذا الثمن اون كرو يعني بالجمله. ركز على لي بتي ديتاي ديال لارتيكل باش عارف شنو كتاخذ بهذا الثمن. هذا من الداخل فوطه وهنا طرزه وعامره من الداخل العنايه باش مخدوم هذا السويت هذا من السمول حتى الدوبل اكس لارج يعني لارتيكل ديال هاد لا سيزون وطوندونس وماشي ديال العام اللي فات لارتيكل ديال هاد الوقيته والثمن 99 درهم. بالنسبه لي كولور ديالو انا جايب واحد الكولور عاوتاني بلو مارين فيه واحد الاحمر في الوسط هنا خطير. هادو الناس عاوتاني اللي كيعشقوا هاد لا مارك هادي اللي كنقولوا هاد لا مارك خصك تكون انت هو الرئيس فهمتيني 99 درهم. هذا هو لارتيكل ما نبقاوش نفتحوا بزاف نظرا لضيق الوقت. هاد البضاعه كانت عندكم ان شاء الله بيك ستور مدينه فاس وان شاء الله في طريقها الى الدار البيضاء. يعني ناس فاس ما تبقاوش تقولوا لي كتسبق كازا هي الاولى اليوم سبقناكم نتوما هما الاولين 99. شوف هذا عاوتاني بلو مارين مهبس بهذا الغوج من الداخل 99 درهم. كاين الكري ديالو حتى هو خطير باش ما نفتحوش كلشي ننتقلوا عاوتاني للتمساح نفس المواصفات. شوف كاين اكثر من ثلاثه ديال التواب كاملين كاليتي طالعه بزاف. شوف من السمول حتى للدوبل اكس لارج عندك لارتيكل فوطه من لهنا الخياطه مدوبله يعني لارتيكل اللي غتاخذو بالجمله 140 150 هذا كيتباع ب 200 250 بيك ستور دائما كتكسر الاسعار كتخرج على المالوف كتهبس النمطيه 99 درهم. بالنسبه لهذا ما غنصولديوش حيت عندنا كولور واحد هالكري الكرونا الابيض النوار البيج الكري الكرونا بارد الكرونا فيه جوج الوان فيه البارد اجي معايا عاوتاني لهنا فيه السخون وفيه البارد. ها اللهم بارك شوف تبارك الله. هذا خصك باش تاخذو خصك تكون عندك 250 درهم عند بيك ستور غتاخذو 99 درهم لا غلا على درويش كلشي بغيناه يلبس كلشي بغيناه يتفركس اقل ثمن يعني بثمن باش غتشري واحد غتخلص ثلاثه. احنا قلبناه باش نشوفوا لاكاليتي ديالو شو لاكاليتي ديال السويت. وبالنسبه للامهات حيت هما اللي كيهتموا بجانب ديال الصابون غيعرفوا الجوده يعني ملي غيصبنوا هذا راه ما كيطلع ما كيهبط كيبقى في بلاصتو ما كيتحركش
الثمن 99 درهم لوشاق الفاشن عندكم لي كولور كاملين. فير بوتي شو الفير بوتي واش كتشوفوا معايا واش كتلمسوا معايا لا كاليتي من خير اترافير لا فيديو شوف كتلمسوا لا كاليتي لا كاليتي ديال لارتيكل شوف العنايه ما كاينش شي خيط عوج ولا شي حاجه خارجه ولا غتلمسوا ما غايشدلكش لا فورم ديال الكور ديالك هذا خطير جدا ما يمكنش يكون بهذا الثمن بيك ستور الوحيده اللي كتبيع بهذا الثمن هذا ما يمكنش من سمول دوبل اكس لار شوف ما يمكنش تلقى هذا بهذا الثمن سويت في وقته بهذا الثمن ما يمكنش امبوسي 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 هاك الله 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 الفير ارمي وتحيه للعسكر وكاع الجنود المرابطين في الصحراء المغربيه هاك هاك شوف شوف هذا غتلقاه مثلا بواحد 350 درهم بيك ستور كتبيعو لك ب 99 درهم في وقته لا يمكن 99 درهم عرض ان شاء الله غيحبس نهار الاحد ليلا اذا الى غايه يوم الاحد ليلا اذا نهار الاحد باللي شنو نقولوا ادا البرومو عاوتاني شوف لا كولور هادي كي دايره شوف لا كولور كي دايره شوف ركز معايا على هاد ركز لي هاد الموتيف هذا قلت لك ها هو قلت لك هادي ياك يالو ياك يالو بهاد لاماك اللي كتعجبك هو ولا ماشي هو صحة والله حنشوف ولاد النواق ها واحد ها واحد جريناردو عاوتاني يا لي يا لي واحد قال لي يا رونالدو جريناردو رونالدو نمشيو نشوفو شوية الكلاسيك اجي لهنا واحد لاتيك اللي الله دخل يعني كاين اللي مازال ما غيلبسوش دابا وخا يشري يحافظ عليه حيت هاد لابير ما غتعاودش هذا هو اللي كتلقاه مثلا بالي كيبيعوا لك 100 درهم دابا جديد غتشريه ب 99 درهم جديد بحال هذا شو الموتيف ديالو كي داير لا كولور اللهم بارك بالنسبه لي كولور ديالو راه فيه تقريبا واحد 5 ديال لي كولور شوف التريكو شوف ركز لي على التريكو الديزاين ديال الصوف كيفاش منسوج وركز لي على التمساح كيفاش داير ولا طايفه من السمول حتى الدوبل اكس لارج 99 درهم الى غايه يوم الاحد ليلا لي كولور كاملين ديال الاصلي شو لي كولور ديال الاصلي كيفاش دايرين شوف 99 درهم شحال وصلتي التصوير 12 اذا غنمشيو دابا نشوفو في الكلاس على حق الطريقه هنايا كنقول لكم بلي هاد لي زارتيكل هادو وصلوا لمدينه فاس كنهضروا على التريكو ديال الخيط والتريكو التريكو ديال لا يعني ديال الصويفه البارده ديال هاد الوقيته كلشي كيعرف اثمنه ديال هادو حيت هادو اصليين اللي كنشوف هاد الخوا كولور كنعرفو لوسين ديالاش يعني هادو كيتباعوا ب 200 250 حنا حاولنا اننا نوحدوا الثمن ونديروا لهم 99 درهم الى غايه يوم الاحد ليلا عقلوا معايا السويت دو بروميي كاليتي دارت 99 درهم والجاكيطه انفيرميير بحال هذه دارت 79 درهم جاكيطه ب 79 ما عمرها كانت اذا جاكيطه بثمن شنو؟ ثمن قهوه جاكيطه ثمن قهوه اذا ما عليك الا تنسى تسارع باش تزيد تستافد كاين العديد من المفاجات تفكر معايا لارتيكل اللي شفتي السروال ديال 108 تاخذو ب 99 بالنسبه لي جيلي عندنا واحد الجيلي راه باقي فيه الكرونتاي فيه دو كولور كاينه النواغ وكاينه البلو مارين جيلي كلشي كيعرف الثمن ديالو 350 حتى 400 درهم بيك ستور ماشي غتهمس الثمن غتسطى 120 درهم 119 درهم 119 درهم 5 اكس لارج صحاب الكرونتاي جيلي جا وها هو يغادر في حفظ الله وريعته.